باسمي وباسمكم جميعا نبارك له هذه الطاعه وندعوه ليتفضل بكلمه بهذه المناسبه. اخوه الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا لكم على حضوركم هذا، وكل عام وانتم بخير في هذا الشهر المبارك وفي العشر الاواخر من هذا الشهر، وان شاء الله يشملنا برحمته والعتق من النار. ارحب بكم جميعا وبرحب بضيفنا القادم من فلسطين، وكيل وزير العدل في فلسطين. اهلا وسهلا. رمضان كما نعرف علمنا ان نلتقي دائما في كل عام في هذه المناسبه السعيده، وشكرا لكم لحضوركم ولتلبيتكم الدعوه، وان شاء الله كل عام وانتم بخير ونلتقي دائما على المحبه ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم. اهم السهرات الرمضانيه ومآدب الافطار الان عدنا الى حضورها بعد انقطاع دام 3 سنوات بسبب امراض الكورونا. خلال الفتره طبعا لاحظنا ما هو المساوئ من عدم اللقاء، عدم الاتصال بالاخوه. في اخ شفته قبل قليل قال لم اراك منذ 3 سنوات. الصراحه رمضان هي فرصه كبيره في هذه المناسبه انه نلتقي. نقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لو علموا ما في رمضان لتمنينا ان السنه كلها تكون رمضان. وفعلا نترك الان الجانب الديني فقط، من الجانب الاجتماعي اجمل ما يكون التواصل بين ابناء الجاليه العربيه او المسلمه في هذا البلد. اكثر تواصل يكون هو في شهر رمضان. نلتقي على مواد الافطار ربما 6 7 8 مرات. هذا لا يحدث اثناء السنه. فكثير ما نتكلم نحن ما هي الفوائد التي ممكن ناخذها من رمضان ونعيشها بعد رمضان من ناحيه حفظ اللسان، التبرع بالمال، مساعده الاخرين. يا ريت لو ناخذ هذه الخصله، خصله اللقاء والتواصل التي نعيشها في رمضان وتكون ايضا خارج فتره رمضان. نشكر الدكتور تمام على هذه الدعوه الكريمه، الذي هو طبعا دائما له الرياده في جمع الجاليه العربيه في هذه في فيينا. نشكرك على هذه الدعوه الكريمه. السلام عليكم. يعني ربما الفكره الوحيده اللي خطرت بالي الان يعني ربما هذا رمضان، يعني نحن بلادنا بلاد العرب والمسلمين متعوده على الازمات، متعوده على الحروب، متعوده على الغلاء، ولكن ربما هذا كان من اول رمضان يلي هون اوروبا بدات تعاني من ازمات كبيره يمكن ان تقارن حتى بازمات بلادنا. اولها الحرب، يعني كانت اوروبا مقتنعه انه الحرب بالنسبه لها موضوع انتهى للاخرين. هلا صارت على بعد 800 كيلومتر من النمسا لفيينا، الحرب موجوده، الغلاء بهذا الشكل ما عاد صار الا من ايام الحرب العالميه الثانيه. هلا عم يصير نفس الشيء بال 10% و 15% اللي عم يعلن عنه. فبتوقع للعوده اللي اخونا حسن قال لموضوع الشكر والامتنان. يعني فعلا نحن اللي عايشين هون يعني لو نشكر الله ليل نهار لا نكفيه شكرا. بس كيف الشكر بده يكون؟ هذا سؤال. يعني فقط الشكر هو الحمد لله الحمد لله الحمد لله، طبعا هذا جميل، ولكن كيف؟ واحد احد احد يعني تعبير الشكر هو هذه الجمعه. هو ناس مثل الدكتور تمام اللي عم يدعوا الاخوه، اللي عم ما ياثروا على الناس. فبتوقع هل فكر فلسفه الشكر والحياة العملية كيف أنا لما أنا بدي أشكر معناته بدي أعطي غيري، لسه لم تصل لنا بالمجتمع العربي والإسلامي بهذا التفصيل. إنه دائما نقول الشكر هو أن تقول الحمد لله وتكثر من الحمد لله، ولكن الشكر أنك تشارك، شكر أنك تعطي. ما فقط تأخذ، هذا للأسف نوعا ما ضاعت البوصلة في هذا الموضوع. هي الفكرة الوحيدة يلي أردت أن أعطيها وخطرت ببالي يعني بشكل عفوي. بارك الله بكم وألف شكر مرة ثانية على الدعوة، والسلام عليكم. بالحقيقة يعني هذه مناسبة اجتماعية ليست مجال وعظ وإرشاد، كلكم أكابر وكلكم فاهمين ومثقفين وتعرفوا قيمة رمضان وماذا يعني الصوم في رمضان، لذلك لن أتكلم في هذا الموضوع.
والموضوع اللي اقترحه الأخ حسن مشكورا، موضوع يحتاج إلى ساعات وليس إلى سويعات أو دقائق، لذلك لن أدخل. بس عليك تخبرنا مساعدنا. شكرا جزيلا للدكتور تمام الذي جمعنا في هذا المكان، والدكتور تمام معروف بكرمه واختار هذا المطعم الذي معروف أيضا بكرم صاحبيه الأخ محمد حمدي، هو مكان مميز لأشخاص مميزين. بالحقيقة لن أتحدث في هذه المواضيع الشائكة، لكن عندي ملاحظة يعني أبديتها عدة مرات ولكن أحيانا يعني لا يؤخذ، وهي عندما نترجم معنى كلمة الإفطار في رمضان هنالك ترجمة خاطئة قد استولت على العقول في باللغة الألمانية فاستن بريح، نكسر الصوم فاستن بريح، وهذا شائن أجده شائن، نحن لا نكسر الصوم، الصوم انتهى، نحن نصوم حتى مغرب غياب الشمس، فإذا غربت الشمس لم يعد من أي وقت للصوم، فإذا الصوم قد انتهى لا نكسر الصوم. اللغة العربية، نعود إلى اللغة العربية، نحن عندما لا نكون في رمضان ونتناول أول وجبة في الصباح، ما اسم هذه الوجبة؟ طعام الإفطار، يعني الإفطار هو أول وجبة لليوم يأخذها الإنسان، وهذا الموضوع في رمضان، لكن بدل أن تكون في الصباح تكون في المساء، لذلك الترجمة اللائقة بهذا الشهر وبهذه المناسبة أن تكون إفطار آبند مال، إفطار آبند مال، بدل ما يكون في الصباح صار في المساء، أما ما نكسر الصوم لا، يعني هذا اللي ترجمة لأول مرة وأخذوا بها الناس يعني عقله ضارب مكسور، بس يعني هذا كنت أحب أن أشير إليه لأنه يعني على أعلى الدرجات بتحدث، لأنه لما نشرح للنمساويين والآخرين ماذا نعمل؟ هذا ما كنت أريد أن أقوله، وأما موضوع الجالية أو الهيئة الإسلامية والغرب هذه مواضيع شائكة تحتاج إلى ساعات من البحث والتفصيل وليس مجال في هذا المجال الاجتماعي. شكر الله للدكتور تمام الذي جمعنا، وشكر لكم حضوركم، والسلام عليكم ورحمة الله، كل عام وانتم الله صيامكم وطاعاتكم. حقيقة أنا يعني قياسا لما ذكره الأستاذ طرفة يعني خطر ببالي شغلة، حقيقة ياريت يسمع الدكتور تمام حسن مشاغب حصول. أنا حقيقة لم أعرف أن نساءتي إلى النمسا في بداية حياتي عندما دخلت الجامعة، دخلت أنا كلية العلوم في جامعة دمشق فيزياء وكيمياء، فأنا عندما أتيت وعندما شفت الدكتور تمام وكيف لم الأطباء حقيقة وكيف شكل اتحاد الأطباء والصيادلة، وهذا العام في رمضان تحديداً كان في عدة لقاءات من ضمنها لقاء خاص بجمع كل الأطباء ولقاء اجتماعي ضم عائلات الأطباء أيضاً ولقاء خاص بالنخبة من الأطباء الهيئة الإدارية واللجان الأخرى، قلت بنفسي يا ريتني عدت البكالوريا درست لحتى أجي وأدخل باتحاد الأطباء مع أكون مع الدكتور تمام. دكتور تمام حقيقة إحنا بالنسبة لنا أخ وصديق، خلال الفترة الماضية ربطتنا علاقة ود الحمد لله وعمل، يعني أعتقد إن شاء الله تكون يعني خير للجالية العربية بشكل عام. نرحب بأخونا وكيل وزارة العدل الفلسطينية باسم الأخوة جميعا، شكرا جزيلا دكتور تمام، شكرا للكلمات الطيبة اللي سمعناها من العام بخير. يعني أنا بحب باسمي باسمكم كلكم أشكر أخونا وحبيبنا وصديقنا اللي هو أصلاً يعني مش ابن مبارك زي ما بيقولوا بالعمل الوطني العربي والجاليوي والطبي، الأخ الدكتور تمام اللي ما بيعرفه صار له أكثر من 40 سنة بناضل من أجل القضايا العامة للجالية العربية ومن أجل فلسطين، فبصفتي فلسطيني أنا بفتخر إني بصادق هذا الإنسان العظيم اللي تعودنا دائما
وعودنا انه لبنا هذه اللمات وهذه الجمعات الجميله الطيبه برمضان وبغير رمضان. فاحنا باسم الجاليه الفلسطينيه كمان مره بنقدم لك الشكر على اللي قدمته واللي بتقدمه من اجل فلسطين ومن اجل العرب ومن اجل الجاليه العربيه. وشكرا كثير لكم. اشكر هذا الجمع الكريم واشكر الدكتور تمام على ان اتاح لنا الفرصه ان نرى هذه الوجوه الطيبه في هذا اليوم المبارك. نسال الله لنا جميعا القبول والعتق من النار وان نخرج من هذا الشهر الكريم من عتقائه من النار. واتقدم بالشكر الجزيل لكل من حضروا ولصاحب الدعوه الدكتور تمام الانسان الذي عودنا على أن يجمعنا دائما في المناسبات الطيبة. نشكر الله وندعو الله بالتوفيق وأن يكون من عتقاء من النار ويكون من السعداء في هذا اليوم الكريم. وشكرا جزيلا. مرحبا بكم، تحية عطرة لكم الجميع الدكتور تمام وحضور الجميع. وأنا سعيد جدا أن أكون في هذا المكان الجميل الذي ليس غريبا على بعضكم حضوره، لأنه أنا يمكن جديد في فيينا وفي النمسا بشكل عام، لكن الدكتور تمام كما أشاد به الجميع وسيرة عطرة مذكورة عند الناس كلهم. أنا الحقيقة ليس لي من كلمة إلا أننا نريد أن نفعل هذه المناسبات حتى لا ترتبط برمضان فقط، وإنما تكون مناسبات اجتماعية شهرية أو كل شهرين أو ثلاثة أشهر، حتى تكون في رمضان أكثر كثافة لكنها تكون موجودة في سائر العام، حتى يظل التراوض الاجتماعي بيننا كلنا ككيانات موجودة هنا، سواء جمعيات أو أفراد أو شباب. نتمنى دوام التوفيق لكم دكتور تمام والجميع. شكرا جزيلا لكم. السلام عليكم. ضيف بعد هالكلمات الطيبة، لكن أريد أضيف معلومة فقط، أنه أنا سعيد أن أكون في هذه الليلة الرمضانية لذكرنا بوطننا وبأهلنا وبجيراننا اللي كانوا أخواتي وأهلي يصوموا معهم. فرمضان عنده عبق عندنا لا أقدر أوصفه بكلمات قليلة. فأنا أحيي الدكتور تمام اللي هو أصل ينبوع المحبة للجالية العربية كلها في فيينا. ليس هذا مدح أو إطراء، وإنما هي كلمات على طرف اللسان نابعة من أعماق القلب. وأحييه وأشكره على هالجمعة هذه، أحيي الأخوة جميعا، أحيي مساعد وزير العدل الفلسطيني، ولي الشرف أن أذكره أني أنا إلى جانب صيدلي كنت رسول وسفير للأغنية العربية الكلاسيكية في فيينا ولا أزال. وأنا أول من غنيت إلى منظمة فتح وكرموني بوسام وقلت أخي جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفداء. وهذه المعاني السامية لا تزال قائمة إلى يومنا هذا. فأنا اليوم الحقيقة واقف بينكم أو جالس معاكم وأنا أغرف من هذا النهر الجاري العذب، نهر المحبة، واللي أشكركم الحقيقة. أشعر بعد مرور 50 أو 60 سنة إلي بفيينا عندي هوم سيك لا مثيل له. أنا كنت دمي عربي حتى العظم وشرقي، ما كل ميزات أوروبا وكل فيينا في حطوها في جالب، وهالجمعة ووجوهكم العزيزة هي عندي بالدنيا. أصفق لكم أنا وأغني لكم وأحيي الدكتور تمام جلاني، وشكرا جزيلا. الحقيقة اللي أنا شعوري النهاردة إن أنا كأني رحت بالظبط مصر، إن أنا قاعد في وسط عيلتي، كل الناس اللي أنا بحبهم دكتور تمام تفضل علينا وعليا بصفة شخصية وجمعهم في مكان واحد. أنا بشكره جدا. يمكن زي ما الأستاذ أنس الشقفة قال إن مش مكان تنظير، بالعكس النهارده يوم العشرة الأواخر المفروض نروح كلنا نروح نتعبد، وبسألكم الدعاء ليا وأنا بدعيكم جميعا. لكن في حاجات مهمة جدا لابد احنا نعملها مع كل عمل عظيم، وشفت أعمال كتيرة اتعملت في الفترة الأخيرة، لابد من تقييم صادق ودراسة لجدواه، هل هذا العمل كان مجدي أم غير مجدي؟ ولابد يبقى لنا أهداف من البداية دائما واضحة
ونسير عليها، ما نبعدش عنها كتير، ممكن نعدلها بس ما نبعدش عنها كتير. انا مش هنظر زي ما نصحنا الاستاذ انس الشافة، وبشكركم جميعا. انا سعيد جدا اني شفتكم، انا بحبكم كلكم في الله، وبتمنى دعاء. انت ادمن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا انا اشكر الدكتور تمام على الدعوه الكريمه، واشكر الحضور جميعا، وانا تشرفت ومصر طبعا تشرفت بالدكتور تمام لعمله العظيم ايام الثوره في مصر، وطبعا عمله هنا كمان للجاليه من 40 سنه المده. يعني الدكتور تمام يعني ده خيره وفضله على كل الجاليات حقيقه، فانا متشكر جدا جدا منه، وانا سعيد باللي شفت الوجوه الجميله جدا ديت، وكل سنه وانتم طيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا لا ادري ماذا اقول بعدما قال كل الرموز في حق الدكتور تمام وفي حق الجاليه. اشكر اخونا العزيز الدكتور تمام طبيب القلوب، وان كانت قلوب العيون العيون العربية والعيون الأجنبية. فأشكرك حقيقي من كل قلبي، لأنك طبيب إنسان، وأنا كتبت عنك فعلا، وسأقدمها للتلفزيون المصري قريبا إن شاء الله. فإنك تستحق بكل جدارة لقب الطبيب الإنسان، وإن كان لك مشاركون أخر رموز في فيينا، إلا أنك أثرت كل هذا الجمع بنوتتك ولقاءاتك المتكررة، غير مساعدتك الإنسانية التي أعلم منها كثيرا، وغير في تخص الإخوة العرب والإخوة النمساويين أيضا. ونشكر لك كل الجهود وتكلمت عنها تطول بين المقام، فكل عام وأنتم بخير، وأشكرك جدا جدا، وبارك الله لك وفيك. فدات حجارة وركام، لا يسعني إلا أن أكرر وأقول تقبل الله من الجميع الصيام والقيام وسائر الأعمال. ونشكر معالي الدكتور تمام على هذه الدعوة الكريمة وعلى الدعوات التي لا يكل ولا يمل. الهدف الأساس هو أن يجمعنا تحت كلمة واحدة في بلاد الغربة، أن نكون أخوة متضامنين متسامحين نحو هدف سام، أن نربي أولادنا على ما ربينا عليه. وشكراً وألف شكر. فخور جداً أني موجود معكم، وبشكر الفرصة السعيدة اللي خلتني أتعرف عليكم جميعاً من خلال صديقي منذر أبزيد على يد عزومي من أستاذنا الفاضل الدكتور تمام. هذا شرف عظيم لنا. ربنا في كتابه قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، وحقيقة هذا هو تجسيد قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. نحن على الرغم من ويلاتنا في بلادنا العربية، إلا أننا في بلاد الغربة نجتمع وعلى أبسط الأمور، والحمد لله كانت في العشر الأواخر في يوم فضيل في ليلة فضيلة، العشرة الحسنة بعشرة أمثالها لك يا دكتور تمام. أطمنكم بأننا في فلسطين على خير، طالما أنتم هكذا على طاولة واحدة، شعوب العربية متكاتفة متواحدة. أنا الآن تطمنت أن فلسطين بخير، فلا تسألوا عن أوضاعنا في الداخل، أوضاعنا عندكم هي الآن الحمد لله، نتمنى أن تكون بخير. في هذه العشر الأواخر في رمضان الفضيل أتقدم لكم بالشكر الجزيل، وأخص بالذكر أستاذنا دكتورنا تمام. على ما يبدو أنه يعني أنا تعرفت عليكم متأخراً، وأنا أتأسف على عمد السابق أنه ما كنت أعرفه، ولكن على ما يبدو من ردود الفعل ومن الكلمات الطيبة التي سمعتها من الحضور الكريم، يبدو أن وهذا مؤكد أنك صاحب يد الخير. أدام الله يد الخير لك ولكم جميعا، وتشرف بمعرفتكم جميعا. شكرا جزيلا لكم، وكل عام وأنتم دكتور تمام للدعوة الكريمة. لا دوما صاحب الأيات البيضاء اللي بجمع الحبايب، اللي نحن تعلمنا أنه الجماعة هي خير من الأفراد، ولمة الأحبة هي المنجة للخير ولمستقبل زاهر إن شاء الله الجالية العربية. شكرا للحضور جميعا، أنا سعيد أن أكون بينكم، وكل عام بخير جميعا. الحقيقة شهادتي مجروحة عن هذا الرجل، ماذا أقول عن هذا الرجل العظيم الذي احتضن كافة المهن العلمية من محامين وأطباء ومهندسين إلى آخره، حيث كان الراعي الأول والأخير لهم في هذا البلد المعطاء.
فنشكره جزيل الشكر باسمي شخصيا وباسم المحامين زملاء المحامين.